شكرا لك علا مكفين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم ومحطتنا التالية مع نجم وفنان سوري بامتياز. عندما تسأله عن نفسه فهو يقول: أنا ابن سوريا التاريخ والأبجدية والسطر الأول والتشريع الأول، أنا ابن خالد بن الوليد وصلاح الدين، أنا الإنسان السوري ابن الأرض التي لا تموت ومنها وإليها أعود، أنا الإنسان والفنان السوري أيقونة سوريا وشعب وجيش، هو الفنان والمواطن السوري نقيب الفنانين زهير رمضان. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير، شكرا على المقدمة الجميلة. يسعد صباحك وصباح الإخبارية ومشاهدي الإخبارية السورية. واسمحي لي أضيفك عبارة صغيرة، أنا تلميذ صغير في مدرسة القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد. يسعد صباحك عن جديد وأضحى مبارك عليك وعلى عائلتك. أكيد يمكن أول يوم العيد دائما له طابع خاص وطقوس خاصة. أستاذ زهير، كيف تحب تصبح على السوريين اليوم بطريقتك؟ يعني صبحنا اللي قلنا له صباح الخير، من قلنا صباح النصر، صباح سوري بامتياز. الصباح السوري مثل ما تفضلتوا بداية مقدمتكم الجميلة، صباح سوريا يعني صباح خير، صباح حضارة، صباح ثقافة، صباح تاريخ، صباح مقاومة، صباح عزة وأنفة ورفعة وسمو. صحيح. صباح مقاومة، صباح نضال، صباح ثقافة وفكر، صباح إبداع وفن. صباح الخير لكل سوري، لكل إنسان في هذه المعمورة ينتمي إلى سوريا. المقصود بسوريا الفكر والحضارة والثقافة، ومثل ما قال أندري باران مدير متحف اللوفر في باريس، قال كل إنسان متمدن في هذا الكوكب له وطنان، ما هي؟ سوريا الأرض يلي هي منبت الحضارات والرسالات والديانات ومهبط الإبداع والفكر والثقافة ومهبط الإنسان أساساً، والبلد الذي ينشأ فيه أو يولد فيه بكل أحوال. نعم أستاذ زهير، يعني الفنان هو صاحب رسالة، دائما الفنان هو ناقل للرسالة ودائما بيكون الواجهة للكل. سمعنا بعض الأقاويل عن فصل بعض الفنانين من النقابة، خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع، لو شوي هيك موضوع هو يطول الحديث ولكن يعني شوي صغيرة خلينا نحكي عنه. بدنا نقول صباح الخير، وما بدي فوت بحروب حاليا، بكل أحوال قرار وأخذنا ومقتنعين فيه، ونحن بتعاطى بذهنية مؤسسة دائما وأبدا، وثقافتنا ثقافة مؤسسة. بكل أحوال كما تعرفين حضرتك وبيعرف الكثير من أخوتنا المشاهدين، في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمان كان الشارع السوري يستمع بإصغاء وإمعان إلى شريحتين في المجتمع السوري، الشريحة الأولى رجال الدين والشريحة الثانية الفنانين، وكانوا مقنعين في الأوساط الاجتماعية عموما. بعد شوي وقت اللي بلشت هذه الحرب الكونية الظالمة على بلدنا على سوريا، شفنا أخوتنا رجال الدين قبلوا بلاء حسنا، وشفنا البعض من الفنانين نعقوا وغردوا خارج السرب. هذا الموضوع أثر علينا جميعا كسوريين، سيما نحن كفنانين. معروف الفنان دائما فصيل طليعي في المجتمع، هو مصدر تنوير وثقافة وفكر وإبداع. نعم. شفنا البعض منهم ينعق كالغربان، وشفنا البعض الآخر عم يستخدم الأجنبي لاحتلال بلده، والبعض الآخر بده ديمقراطية مزعومة عم يشم منها ريحة الدولار والبترو دولار بذات الوقت. شفنا البعض الآخر مشان قضايا شخصية ومصالح ذاتية ضيقة دخل بقضايا إثنية وعرقية وطائفية ومذهبية، بالوقت اللي سوريا من طول عمره منذ الأزل ومنذ الخليقة في حالة من التعايش الغير عادي، هو الفسيفساء السوري اللي بنمتاز فيها. الأمر الآخر البعض منهم صار يزاود علينا، بده حرية، بده إلى آخره، بالوقت اللي كانت سوريا تنعم بالحرية والديمقراطية وهي واحة للإبداع والفكر والثقافة عموما. وكان المواطن السوري بعتقد المرحلة أو أهم مرحلة مرت بتاريخ سوريا كان المواطن السوري يعيش في بحبوحة ورغد من العيش. تابعنا الموضوع شوي شوي ودرسنا الموضوع بعناية وبتأني، لاحظنا أن الشباب باعوا نفسهم تحت شعار أنه باعوا أوطانهم، وهن بيعرفوا بغبائهم أن الأوطان لا يباع، الأوطان لا تباع بكل الأحوال، النفوس المريضة والضعيفة هي التي تباع. من هنا فكرنا يجب بشكل أو بآخر أن نعتذر من الشارع السوري، من الجمهور السوري، من الشعب السوري العظيم، لنقول له يا سادتي يا أهلي يا إخوتي، نحن الفنانين في سوريا كنا وما زلنا وسنبقى الفصيل الطليعي،
نحن أداة تغيير وتثوير وتفعيل لدورنا الثقافي والحضاري والإنساني والإبداعي، ولكن بذات الوقت نحن متمسكين بثوابتنا الوطنية وحريصين كل الحرص على قاماتنا السيادية إن صح التعبير، ورموز السيادة بالوطن لا نفرط فيها على الإطلاق، ولا نفرط بشبر صغير من تراب وطننا. وبذات الوقت إذا كان البعض قد ضل البوصلة الحقيقية له، فبوصلتنا واضحة دائما وأبدا كما قال السيد رئيس الجمهورية، بوصلتنا فلسطين، وبوصلتنا المقاومة، وبوصلتنا كل عمل شريف مقاوم في وجه الظلم والاستبداد، وإلخ إلخ إلخ هذا الفكر الظلام التلمودي اللي كان عم يجتاح المنطقة بكل الأحوال. من هون ما أخذنا القضية بقضية أنه والله ردة فعل ونحن طلع خلقنا وعصبنا من الشباب لأنه ما عم يحكم مثلنا ففصلنا هون، أبدا الموضوع ما كان هيك. كان الموضوع باختصار ما أخذنا شيء قول عن الصحافة أنه قال فلان، ولا أخذنا لقاء إذاعي لعل وعز حدا عم بيكون بيغير صوته مثلا بيقلد صوت أحدهم، ولا أخذنا صورة ممكن الواحد يحط علم الانتداب بفترة الانتداب الفرنسي على سوريا حاطه على كتافه ممكن يكون جرافيك عشان ما نظلم حدا. اعتمدنا أقوال وتصريحات هؤلاء من خلال لقاءات تلفزيوني عبر المحطات الفضائية حتى العربية. على اليوتيوب فهي منشورة بكل الأحوال. فنحن يعني أخذنا هذا هو المقياس وهذا هو المعيار، وسمعنا كل واحد منهم تصريحاته حقيقة. على هذا الأساس أحلناهم إلى مجلس تأديب، كونوا العقوبات في نقابة الفناء عقوبات خفيفة وعقوبات شديدة. العقوبات الشديدة تحال إلى مجلس تأديب. مجلس تأديب ليس زهير رمضان الذي يرأس هذا المجلس، يرأسه مستشار أو قاضي بمرتبة مستشار في وزارة العدل ويسمى من السيد وزير العدل، وبعد عدة جلسات مستمرة ماراثونية إن صح التعبير تنفصل هؤلاء. لا. البعض منهم تأخر كثير بهذا الموضوع، عندهم التزامات مالية ومسد الدين لسنوات، فأصدرنا القرار الشهر اللي على أساسه بموجبه فصلنا 516 بين قوسين حدا كان منتسب إلى نقابة الفنانين، حدا وليس فنان، لأن الفنان ضمير أمي ضمير شعب، كما قال القائد المؤسس الله يرحمه حافظ الأسد، الفنانون ضمير الأمة، وكما قال لينين عراب الثورة البلشفية الروسية الفنانون مهندسو نفوس. صحيح. وكما قال أفلاطون الفنانون اعتبرهم فوق مصاف البشر واعتبرهم أنصاف الآلهة لأنهم يستشرفون الآفاق المستقبلية ويعيشون أحاسيس الناس. هؤلاء لا يعيشون إلا أحاسيسهم الخاصة الذاتية النرجسية الأنانية، ملوا جيبهم الشباب من الدولارات، فكروا حالهم أنه إذا باعوا حالهم أنه باع الوطن بيكونوا غلطانين كثير، وفكروا الآخرين اللي شغلوهم أنه نسحب السجادة من تحت بساط الدراما السورية يلي هي أهم كما يقال يعني من أهم الأدوات التي كانت تتعاطى بها سوريا مع الآخرين، لأنه عم تقدم من خلال فكر وثقافي وعم يفوت على كل بيت. ففكر أنه راح الكلام واحد أنه تسقط وتنهار الدراما السورية، وكانت من محاسن الصدف أنه غادروا البلد، لأنه طلع عنا جيل كتير متميز ومهم وكله أكاديمي وخريج ومثقف أثبت حضوره على الساحة الفنية ليس المحلية وإنما على الساحة العربية. نعم. وبعتقد أدائنا بالمرحلة الحالية منيح والناس شايفتنا ومقتنعة فينا، واللي مفكر حاله أنه بتخرب المعمورة من وراء غيابه طلع واحد نكرة ما حدا متذكره بكل الأحوال. نعم. أستاذ يعني زهير يعني شكرا على التوضيح والرد من نقابة الفنانين، لكن هذا الموضوع انتشر كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بس حبينا نسمع منك توضيح صغير في مواضيع أهم نحكي فيها. صحيح. واللي هي زيارة الوفود العربية مثل مصر، وأيضا نحكي عن هاي الزيارات المتبادلة كمان من دول عربية من فنانين أيضا حملوا رسالة أوطانهم وتضامنهم مع سوريا، ونحكي عن شو الجديد على شو تم الاتفاق. على بكل الأحوال يعني كانت وما زالت سوريا وستبقى هي المعين الحقيقي لكل المفكرين والمثقفين والمبدعين. إذا بنرجع بالتاريخ بنشوف هدول الناس ربيوا في حضن سوريا أساساً ومن انطلقوا إلى المعمورة، وهذا ما هو شيء غريب يعني. يعني إذا حكينا بالقديم من بدء المسيحية في العالم، وقت اللي إجا شاول هذا الحاكم المتسلط المتجبر الدكتاتور من بيت المقدس من أورشليم إلى دمشق كي يلاحق بعض المؤمنين الذين آمنوا برسالة السيد المسيح وجا ليقتلهم، أم رب العالمين عماه على أبواب دمشق، ولكنه خرج من دمشق فتح العينين وكان بولس الرسول ونشر من دمشق السلام والأمن والمسيحية في كل أصقاع المعمورة. بذات الوقت رائحة الياسمين الدمشقي يلي مثل ما بيقولوا معمدة بعبق التاريخ السوري بكل الأحوال، يلي ما بتشم مثل هذا العبق بأي دولة من دول العالم. وحقيقة هذا لمسته أنا إحدى المسلسلات كنت عم صورها بالدنمارك وبالسويد وبالنرويج وبألمانيا، في كتير ياسمين
حقيقة والله يصدقوني ولا مرة قدرت شم، لأنه ما له ريحة زنخة. ريحة ياسمين هون تلاقيها معتقة، ريحة غير شكل. لذلك بيقولوا الزهور الدمشقية أو الوردة الدمشقية أو العطر الدمشقي هو أجمل عطر في هذا الكوكب. ليش؟ لأنه أرض طيبة مباركة وهواء نظيف وشعب حقيقي بكل معنى الكلمة، جدير بالاحترام وجدير بالحياة. أخوتنا الفنانين اللي بيجوا لهون بيجوا ليسوقوا أنفسهم، مشان نكون واضح معلش، نحن ما عم نحكي من باب الغرور ومن باب الصلف أبدا، عم نحكي من باب الواقع والحقيقة. إذا تحدثنا عن أم كلثوم هذه العملاقة الكبيرة، ما شافت مساحات كبيرة إلا عبر مساحات معرض دمشق الدولي. نقول السيدة أرزت لبنان الجميلة السيدة فيروز العظيمة لم تلقى كل هذا الاستحسان وكل هذه الرائحة العطرة والطيب الجميل إلا من خلال معرض دمشق الدولي. إذا حكينا عن عبد الحليم، إذا حكينا عن أسماء كثيرة وكثيرة كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى، منذ العام 1954 انطلاق أول فعالية في معرض دمشق الدولي وحتى الآن دائماً وأبداً كانت الناس تنتظر أي محطة موجودة في دمشق كي تعبر عن نفسها بحضورها إلى هذا الموئل الجميل الذي يضم كل الثقافات وكل الأفكار وكل المبدعين بالعموم. إجانا وفد بكل الأحوال مشكورين، بس أنا وجهة نظري لا نعول، يعني خلينا نكون حقيقيين، نحن نعول أساساً على المواطن السوري وأنا السوري وصنع في سوريا حقيقة، هذا باختصار يعني. ولمسنا بعتقد كان الأهم، الميزة الأساسية يلي حققها معرض دمشق الدولي هو هذا الحضور السوري المتميز بامتياز. بمعنى تعرفوا حضراتكم أنه مدينة المعارض والأسواق الدولية هي على مسافة قريبة جداً من مناطق الساخنة عموماً في الغوطة الشرقية. والناس أو بالأحرى الجهات كثيرة خارج القطر كانت عم تخوف الناس، ديروا بالكم تسافروا للشام وتروحوا لمدينة المعارض لأنه هي بالغوطة وبكل الأحوال ممكن تجيكم قذائف ووضع إلى آخره. فاجأوا الشباب ثاني يوم افتتاح معرض دمشق الدولي حسب الإحصاءات والرصد اللي كان عبر كاميرات المراقبة تبع المرور عموماً. كان حوالي اللي دخلوا مدينة المعارض كانوا 350 ألف مواطن صحيح. واللي كان جاي بالطريق والسيارات على مسافة حوالي 16 كيلومتر مسكر الطريق وست حارات كانت مسكرة بالسيارات اعتبروا كحد أدنى أنه حوالي 300 ألف، يعني حوالي 700 ألف مواطن كان جاي لحتى يزور أو لحتى يحج إلى معرض دمشق الدولي. أنا بشوف من هون القضية كانت مبينة واضحة، وهذا بيذكرنا تماماً بانتخابات الرئاسة في سوريا وقت اللي قالوا أنه في كان بعض النازحين في لبنان إذا بيحبوا يجوا على السفارة السورية فسهلوا لهم أمورهم بشوارع لبنان. تفاجأوا بعد شوي أنه لبنان سكرت وتفاجأوا كل السوريين الموجودين بلبنان وإجوا من مناطق أخرى أنه بس لحتى نروح على السفارة السورية لندلي بصوتنا ونقول نحن بدنا ننتخب رئيسنا رئيس الجمهورية. من هون كانت المفاجأة، مثل ما كانت المفاجأة بالانتخابات الرئاسية كانت المفاجأة بمعرض دمشق الدولي. ولذلك عندما يأتي أي فنان عربي إلى معرض دمشق الدولي للمشاركة بأي فعالية في سوريا، عندما يرى هذا الفعل الحضاري الثقافي الجميل جدا من الشعب السوري أمر طبيعي، حتى لو كان متواضع بإبداعه بفنه سوف يرتقي إلى مستوى أداء هذا الشعب العظيم بكل الأحوال. نعم أكيد، يعني قبل شوي كنا عم نحكي عن الدراما السورية يلي هي من أرقى ومن أكثر من أهم أدوات. تماما أدوات يعني خلينا نحكي، أنت كفنان ونجم بالدراما السورية خلال أعوام وهذا العام كان في اختلاف شوي بمستوى الدراما، كيف لقيته أنت؟ هلا موضوع الاختلاف بمستوى الدراما، قبل ما نحكي بالاختلاف نحكي بقضية مهمة كثير. لا شك أنه هذا العام وأنا أقولها بكل أسف تراجعت نوعا ما الدراما السورية عن الأعوام السابقة، العامين السابقين تراجعت، رغم أنه يعني البلد في حال من البحبوحة من الأمان والمساحات الواسعة وجيشنا الجيش العربي السوري الله يحميهم لشبابنا يعني وسعوا مساحات الأمان داخل سوريا. بالمقابل كان النتاج ما كتير منيح، كانت السوية ما كتير كويسة. أنا برأيي هي لها عدة أسباب. السبب أول الأسباب أسباب داخلية وأسباب خارجية. الأسباب الخارجية مثل ما تعرف حضرتك أهم أداة من أدواتنا اللي متعاطف فيها بالثقافة والفكر والفن هي الدراما السورية. والدراما السورية نحن باختصار وبتواضع نقول نحن نتربى على عرش الدرامات العربية. والدراما السورية كانت تدخل لكل بيت. يعني قدروا مثلا يلغوا وجود الفضائية السورية، يلغوا وجود الإخبارية السورية، يلغوا وجود سوريا دراما، أي قناة فيهم يلغوا وجودها بس ما قادرين يلغوا المسلسل السوري أو الدراما السورية صحيح. كان المواطن العربي تابع عبر محطات أخرى لحتى يتابع المسلسلات السورية، وكانت المسلسلات السورية مو تغزو تتربع على أهم مواعيد الدرامات أو عبر المحطات العربية.
من هون حسوا بخطورة الدراما السورية حقيقة، لأنه أنت شو عم تعمل من خلال هذه الدراما؟ عم تقدمي فكر وثقافة وفن، فكر وثقافة وفن لمين؟ لسوريا، مو الحضارات والثقافات. إذا بيخافوا منك، أنت عندك فكر نير، فكر متحضر. هي حرب على الدراما كمان كانت. هي حرب على الدراما لأنه هي حرب على الفكر السوري، لأن الدراما السورية هي ناتجة أو نتاج ثقافي من هذا الشعب العظيم. نعم. لذلك حاولوا بشتى الوسائل يسكروا عليها، وبنفس الوقت غزوا بعض ضعاف النفوس انه ينتجوا اعمال دراميه غير موثوقه. بمعنى وقت اللي بنشوف نحن بعض الاعمال عم تحكي عن سفاح القربه وزين المحارم، وهذا ليس موجود في المجتمع السوري على الاطلاق. من اين جبتوا لنا هذه الخزعبلات، هذه البدعه، هذه الكذب، هذا النفاق؟ من اين جبتوا لنا؟ بتاريخنا السوري ما موجود هذه الحالات الشاذه، وان كان وجد فنادره جدا لنعممها نحن، هي موجوده بالمجتمعات الاخرى اللي مولدتكم لحتى تسيئوا لدرامانا وتسيئوا لمجتمعنا السوري وتسيئوا لفكرنا. البعض الآخر بلش يحكي أنه حول مدينة دمشق، هذه الأقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ بالثقافات، ومثل ما حكيتي يعني موئل أول كلمة وأول حرف وأول معمل وأول سبع حبات حنطة وأول تشريع في الكوكب، حولوها إلى عبارة عن بونسيون للدعارة والعهر. وهذا الحكي لا يجوز ولا يليق بدمشق أساسا هكذا تسميات، ولكن البعض سولت له نفسه بأن يسوق هذا الفكر عن دمشق وعن سوريا بالعموم. أيضا بالمقابل هناك بعض الأعمال المشبوهة التي كان بشكل أو بآخر شفنا بعض الأعمال يلي كانت تغازل بشكل أو بآخر صهيونية أو إسرائيل أو الدين اليهودي بكل أحوال. كنا عم نشوف ببعض المسلسلات إنه هذا فاسد وهذا سيء، أولاد الشام سيئين بس في واحد آدم كثير وطيوب ومحترم بياخد العالم، بيطلع يهودي بالنتيجة. عرفت كيف؟ ما بيطلع مثلا مسلم أو مسيحي، بيطلع يهودي. هذا فكر كمان بيخوف، وحكينا ونوهنا عن هذا الموضوع. أعتقد كل هذه الأسباب مجتمعة تعود إلى قضية مهمة، عدم التنسيق بين الجهات الصانعة للثقافة والفن في سوريا. نعم. عدم التنسيق ما بين وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، لجنة صناعة السينما، نقابة الفنانين. نعم. هذا الموضوع وقت يغيب التنسيق ويغيب التعاون ويغيب تغيب الاجتماعات الدورية لتدرس هكذا مواضيع، تحصل ما يحصل بالنتيجة، ومنخلي رأس المال الوافد الغريب المشبوه بين قوسين هو يسيء لفكرنا ولثقافتنا وينتج أعمال لا تليق بمستوانا وبثقافتنا وبتاريخنا. نعم. من هون أنا بوجه الدعوة حقيقة، منذ أيام كنا باجتماع وزاري على هذا الصعيد وتحدثنا بهذه القضية، وبعتقد صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء مشكورا يقول فيه أنه نحن بكل أحوال أي عمل خلينا كل سنة منحط برنامج لمجموعة الأعمال اللي ممكن نقدمها عبر درامانا السورية. شو بدنا نقول نحن؟ بدنا اثنين تاريخي، بدنا واحد دراما اجتماعية، بدنا واحد يحكي عن تاريخ الشام، بدنا حدا يحكي عن تاريخ المنطقة. نعم. بدنا نعمل شيء لهالوطن بكل الأحوال، لانه هاي المسلسلات اللي عم تصير انه والله تحت شعار نحن بدنا نسوق المسلسلات ونبيعها، ما عدنا فكرنا بالوطن. هذا الحكي ما بيصير، لانه هذا المواطن، هذا الطفل الموجود، هذا الشاب، هذه الصبيه الموجودين في هذا الوطن بحاجه الى اعمال تحكي عنهم وتخاطبهم، تخاطب فكرهم، ثقافتهم، وعيهم، تذكرهم بتاريخ بلدهم، تاريخ اجدادهم، شو عملوا تجاه الناس اللي حاولوا بشكل او باخر يغلطوا بحق هذا البلد. انا بشوف من هون القضيه ترجع بتستوي، ترجع تاخذ موقعها الطبيعي والعادي. ومن هون بشوف كمان بكل الاحوال لازم نكون واعيين جدا، لانه المرحله القادمه مرحله بناء، والبناء اولا واساسا هو بناء الانسان، واذا لم يكن بناء الانسان حقيقي وسليم بكل معنى الكلمه لن نصل بالنتيجه الى بناء وطن. لانه القضيه مثل ما حكينا الانسان هو اللبنه الاساسيه في بناء هذا المجتمع، والطفل حصرا. ونشوف نحن درامانا السوريه عموما تفتقر الى نتاجات دراميه تعنى وتهتم بالطفل، وهي قضيه مهمه كثير لازم نشتغل عليها، ولازم بوجهة نظري المؤسسات الثقافية والقائمة على الصناعة الثقافية في سوريا تهتم بهذا الجانب، من أجل مو بس أنه نعزز الدراما السورية، نعزز المجتمع السوري بهذا الطفل يلي هو اللبنة الأساسية، وفيما بعد هو اللي حيكون سيد هذا الوطن بكل الأحوال. نعم. أستاذ زهير، شو الجديد اللي عم تشتغل عليه النقابة حاليا؟ يعني تعودنا عليك دائما بتقلنا أخبار النقابة، شو الجديد اللي عم تشتغل على مبدئيا نحن شاركنا بمعرض دمشق الدولي، وبعتقد لاول مره منذ تاسيس المعرض، يعني للدوره 58، يعني لبعد 58 سنه اول مره بتفوت نقابه الفنانين على معرض دمشق الدولي. صحيح. حقيقه ساهمنا مع اداره المعرض بحضور بعض النجوم السوريين والعرب، الفعاليات الفنيه الموسيقيه الغنائيه حصرا شاركت فيها نقابه الفنانين، وكان لنا يوم خاص لنقابه الفنانين في معرض دمشق الدولي. هلا بكل الأحوال أيضا كان هناك مشاركة حقيقية ما بينه وما بين وزارة السياحة في مهرجان بلودان السياحي. نعم. وكانت نقابة الفنان كما يقال هي العمود الفقري أساسا لهكذا فعاليات. ومبارح ما بعرف إذا لاحظتوا، مبارح مثلا كان في انطلاق قطار
الخط الحجازي وصل صحيح. بالاول كان نبلش منه من الربوة الى الهامة زبداني، الحمد لله توسعت مساحات التحرير والامان في سوريا فكمل للزبداني. وقبل ما وصل للزماني كان في محطة مهمة بتكية ما هيك بريف دمشق تماما. كانت نقابة الفنانين عم تكون بهذا الموضوع، وايضا في ثلاث محطات قامت نقابة الفنانين بتفعيل، وحتى بالقطار هاي الرحلة كانت رحلة فنية بامتياز طبعا بالتعاون مع الاصدقاء والاخوة في وزارة النقل. كانت معجوقة كمان بالضبط، فنحن وزارة النقل كنا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل كويس، وكلفنا اخوتنا في فرع ريف دمشق بالتنسيق مع مدير خط الحجاز السوري واشتغل على هذا الموضوع، كانت نتائج كويسة. وبعد شوي في عنا مهرجان صيدنايا، وايضا نستعد ايضا للعام القادم، هو موضوع كثير مهم نشتغل طبعا. هلا بعد الشهر القادم عندنا فعالية في حمص اسمها أو إعادة ما يسمى بأيام حمص الثقافية الموسيقية أو الثقافة الموسيقية في حمص، هذا مهرجان صار له سنوات طويلة، وأيضا عندنا مهرجان المسرحي بحما والمهرجان المسرحي بلادية، هذا إنتاجات نقابة الفنانين. وبكل الأحوال طبعا شفتوا عيد الفنانين اللي سوينا نحن، وشفتوا الحضور الفني العربي، وشو التصريحات اللي صدرت عن هؤلاء الفنانين وقديش كانت وجهة نظرهم جميلة وممتعة تجاه سوريا. كمان عم نحضر مثل ما بيقولوا ان شاء الله في العام القادم مهرجان المحبه والسلام ان شاء الله راح يكون بلاديه، وراح يكون لنا دور مهم كثير كثير في هذا المهرجان ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما حكينا نقابة الفنانين كان لها دور هيدي السنة، عم نشوف هي السنة يعني في تفعيل لكل المجالات هي غينة حقيقة. تمام، يعني شو محضرين كنقابة فنانين هيك مشاريع جاية غير المهرجانات؟ في خطط جديدة عم تحاولوا تنسقوا لها حول تطوير الدراما؟ كمان عم نشوف مواهب جديدة عم تدخل لنقابة الفنانين، فينا نحكي عنها شوي؟ بكل أحوال دائما وابدا نقابه الفنانين ترفد مساحات فيها من خلال زملائنا خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيه في مجال المسرح، ايضا زملائنا خريجي المعهد العالي للفنون المسرحيه في مجال التقاني المسرحيه اللي هي الاضاءه والصوت المسرحي، ايضا هن زملائنا خريجين كونسرفتوار او المعهد العالي للموسيقى خريجين مهن موسيقيه، وايضا خريجين مدرسه البالي عم تصبوا مباشره للنقابه. اذا هناك في ما يسمى بالكادر الأكاديمي يلي دائما عم يغذي النقابة، وهو عم يعطيها ذرقات داعمة من دم شاب حقيقي بكل معنى الكلمة، ودم مبدع أكاديمي مثقف فهيم. بذات الوقت هناك بعض المساحات الجيدة لا بأس فيها يلي هي مفتوحة لإخوتنا المواهب الشابة يلي هي ممكن تنتسب لنقابة الفنانين، وترفضنا أيضا ببعض المواهب الخاصة والمتميزة، لأن عندنا مجموعات منيحة لا بأس فيها. وقت اللي بنشوف نحن مثلا نور عرقسوسي، وقت نشوف حازم الشريف، وقت نشوف شهد برمدة، وقت نشوف مجموعة من الأسماء حسين الديك إلى آخره، نصيف زيتون، هدول شبابنا نجومنا الحلوين اللي بنعتز فيهم واللي عم يغطوا مساحات المبس الوطن العربي، كل المغتربات في العالم عم يكونوا موجودين وبقوة، ورفعوا اسم سوريا عاليا، مواقفهم الوطنية مشرفة. حريصة نقابة الفنانين على أنه تضمهم إلى لواء وتحتضنهم ويكونوا يعني كما يقال رعاياها أو أعضائها، أعضاء في نقابة الفنانين. حاليا نحن بصدد عم تقولي مشاريعنا، نحن حاليا بصدد تعديل قانون النقابة رقم 13 اللي هو قانون تنظيمي. نحن عنا عدة فروع بالمحافظات، بكل محافظة عنا فرع لنقابة الفنانين، عم نشتغل على هذا الموضوع، عم نطور عملنا وآليات عملنا. وبالمقابل في مرسوم تشريعي صدر بال 74 صدره السيد رئيس الجمهورية اسمه 29 يلي هو أساسا بيتعلق بتوظيف الفنانين في مؤسسات الدولة، وحصرا وزارة الإعلام وزارة الثقافة والإدارة السياسية بالجيش العربي السوري. هذا عم نشتغل هلأ حاليا على تطويره، وبعتقد الأسبوع الماضي أو ما قبل الماضي كان لقاء مع لجنة التنمية والموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء اللي تتكون من 6 وزراء أو 8 وزارات، حكينا وتناقشنا في هذا الموضوع. نحن حاليا وافقوا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة الفنانين رقم 13، وإن شاء الله قريبا جدا سوف يظهر للحياة والعلن كما يقال يعني. بالمقابل عم نفكر حاليا بفعالية كبيرة كتير على مستوى الوطن، لأنه حكينا كتير عن مسلسلات، عن قضايا كتير، وعالجنا قضايا كتيرة، ولكن بانتظار نحن تستقر الأمور، تتحرر كل مناطق سوريا لحتى نحكي بشكل حقيقي تماما فني إبداعي درامي موسيقي عرض موزيكال ليحكي عن سوريا، قديش سوريا تعرضت عبر التاريخ لغزوات لنكبات، ومع الشيء كانت دائما وابدا كطائر الفينيق تحلق من الرماد الى الاعالي. هي الثقافه السوريه، هي الالياذه السوريه صح التعبير، حريصين كل الحرص على تجسيدها من خلال اعمال فنيه
نقدم صورتنا الحقيقيه والمشرفه ليس فقط للعالم العربي وانما للعالم اجمع. نعم استاذ زهير، يعني عرفنا منك اخبار النقابه واخبار المشاركات القادمه، لكن نعرف اخبارك كمان المشاركات القادمه بمسلسلات دراميه جديده كمان. انا بكل احوال انا عم صور مسلسل حاليا اسمه حريم الشاويش. نعم. فانا الشاويش وعندي 9 حريم ويعني قصص والعياذ بالله حتشوفوها برمضان القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شركة قاباند واخراج اسعد عيد. بيئة شامية. بيئة شامية عموما. نعم. طبعا يعني اجواء كثير لطيفة، فيها نفحات كوميدية جميلة جدا. حلو. ايضا بذات الوقت هالكام يوم راح فوت تصوير ابدا بالعمل مع الاستاذ محمد وقاف التاج مؤسس الانتاج الاذاعي والتلفزيوني مسلسل اسمه وهم. عم بعمل فيه دور هيك كثير لخصوصيته، دور عميد رئيس فرع الامن الجنائي في قضايا كثير خاصة ومشاكل وإلى آخره ضمن الزمن الراهن. نعم. عم يتصدى لها هذا الضابط الشخصي الإيجابي مع مجموعة من القائمين على هذه المؤسسة الأمنية. بكل الأحوال مبارح بالضبط تماما وقعت عقد على مسلسل جديد عم يكتب حاليا اسمه قرار وزير، ما بدي أحكي عنه أكثر من هيك. قرار وزير هو إنتاج مؤسسة ساعاتي للإنتاج الفني. نعم. وبعتقد الموضوع كتير جميل ورح يلفت نظر، هو نوع من السيت كوم وأيضا في نفحات كوميدية، لأنه دائما وأبدا نشوف يعني تم إقالة السيد الوزير وقيل الوزير الفلاني تغيرت الحكومة، شال الوزير الفلاني حطوا الوزير الفلاني. هالمرة الوزير يقدم استقالته، فبيقدم استقالته بدنا نشوف تداعيات هذا القرار اللي أخذه الوزير شو ممكن يعمل في هذا الموضوع. من هون هذا المسلسل اسمه قرار وزير، نشوفه فيما بعد. وهناك مجموعة أعمال تانية حقيقة في، لأنه الجزء الثالث من مسلسل عطر شام اللي عم يكتب راح نفوت عليه، وأيضا الجزء الخامس من مسلسل طوق البنات لاقى إقبال جماهيري عربي كبير، لذلك مصرين بده الجزء الخامس كمان حيكون لنا مشاركة فيه. وهناك عمل أيضا سيت كوم سوف ينفذ في اللاذقية إنتاج أيضا شركة قبان اسمه عديلي مقابيلي، كمان نوع من السيت كوم كوميدي، في بعض الزملاء الأصدقاء اللبنانيين مشاركين معنا بهذا المسلسل. بعتقد إن شاء الله يعني بيكون النتاج كويس، تكون النوعية كويسة، وإن شاء الله يعني الجمهور بيتم رضيان عن أدائنا وعن شغلنا اللي عم نقدم له. أكيد أستاذ زهير، كأنه الطابع الكوميدي غالب على رمضان القادم، يعني عم تحاولوا تطلعوا الناس فعلا عم تكونوا معمود الشارع السوري بما أنه في انتصارات وفي تقدم ميداني. هاي مهمة الدراما، هاي مهمة الدراما، لأنه مثل ما تعرفي حضرتك عموما طفلنا ابننا بناتنا صار عنده نوع من الفوبيا، الخوف الشديد من القذائف من القتل من الدم من التقطيع. كمان نعمل مساحات فرجة للنفس ترتاح للروح ترتاح أساسا لحتى تشعر بالأمان وبالسلام وبالمحبة. فعم نقدم حالة من نفحات الكوميديا لنطلع الناس من الحالة اللي مرت فيها، وكمان بالوقت كمان حتى نعزز الأمل المنشود القادم، لأنه أكيد بكرة أحلى راح. يعني مسلسل ضيعة ضيعة لهلأ العالم بتعيده وبتضل تحضره وما بتمل منه. هيدا الكوميديا السورية، الكوميديا السورية الراقية، كوميديا الموقف اللي بتعبر عن الكلمة عن الموقف عن الضحكة عن الابتسامة، ما فيها ابتذال ما فيها رخص ما فيها إساءة لتقاليدنا لأعرافنا لقيمنا السورية لأخلاقياتنا لمنظومة القيم الأخلاقية السورية، ما فيها أي إساءة، بالعكس عم تقدمها بشكل لائق. وحتى أيضا وقت اللي بنحكي عن الروح الوطني اللي بتحلى فيها الشعب أكيد. السوري حكينا بذكروا الحلقات اللي منروح بدنا نغزي العدو بعقر داره بالمراكب والآخري ووائلها. يعني عموما بالنتيجة هذا العمل عمل متكامل، أنا بشوفه بحسه، وخلينا نقول ما بيقولوا يعني بالتاريخ أنه التاريخ الحديث هو سقوط القسطنطينية، من هون تبدأ العصر الحديث. خلينا نقول نحن عصر دراما جديدة، دراما سورية. إذا كان بلش التلفزيون السوري بدراما مهمة كتير هي للرائعين دريد ونهاد، بالنتيجة بعتقد بوجود ضيعة ضايعة وقف دريد ونهاد بهذا التاريخ العظيم الجميل جدا والإرث الثقافي العالي المستوى. بلش هلأ كما يقال زمن ضيعة ضايعة، إمتى يوقف هذا الزمن ما بنعرف نحن. إن شاء الله بيجي أعمال أهم من ضيعة ضايعة مشان تكمل المشوار مثل ما بديت فيه ضيعة ضايعة. أستاذ زهير، ما فكرتوا أيضا كجروب عمل ببعد نجاح ضيعة ضايعة أنه تنعاد هي التجربة بصيغة تانية؟ في أقاويل كتير عم تقول أنه في نص درامي مشابه لهذا النص ممكن يصير. ما عندي فكرة يعني ممكن مكمل ولا متابع لهذا النص، ما بعتقد فيه، لأنه الظروف اللي قدم فيها ضيعة ضايعة كان ظروف مختلفة تماما عن الشيء اللي عم نعيشه. ومثل ما بيقولوا الإنسان من ظروفه، هي حالة ما بلحظة من اللحظات بتكون موجودة. كان في توليفة كتير جميلة، قدري يعني خلينا سيمفونية معزوفة كونشيرتو سوناتا حلوة كتير، لحنها فعلا بإتقان عالي المستوى الليث حجو، كتب مفرداتها يعني ممدوح حمادة، كان مجموعة من العازفين والعاملين
على هذه المقطوعات الجميلة. هي مجموعة من الفنانين حقيقة، قد يكون قسم كبير منهم مو معروف، ولكن قسم كبير يسكنه الهاجس الفني والإبداع الفني، لذلك كانت النتائج مرضية وعلى هذا المستوى. أعتقد أتمنى طبعا أن يكون أعمال تانية، ولكن كمان غابت قامة كبيرة كثير مهمة، الله يرحم روح نضال سيجري، هذا من ضمن الجروب اللي كان موجود بيناتنا، وأيضا حتى الظروف اختلفت والذهنيات اختلفت تماما، مشان ما كثير يعني نجلد أنفسنا، ومو دائما وابدا حتى ممكن يكون اذا جزء ثاني او ثالث، عفوا جزء ثالث ممكن ما يكون منيح، وممكن هذا يضرب كل شيء عملناه وسويناه. خلينا على هذول الجزئين الحلوين، وخلينا مثل الالياذه مثل التعويذه، واحد بيحمل حرز او حجاب نعتبره هذا الحجاب الدرامي السوري اللي هو دائما يقدم البسنه والمتعه والفائده لكل مواطن ليس سوري وانما عربي، وله اهميته كثيره حقيقه، لانه وقت بنشوف اي محطه عربيه بتفتح او اي محطه عربيه بدها الجمهور تشده بينزلونا مسلسل ضيعة ضايعة. نعم. فصاير مثل ما قلت لك هو عبارة عن تعويذة حقيقة، أيقونة بكل معنى الكلمة للدراما السورية. أكيد. أستاذ زهير، يعني بدنا بالختام كلمة منك لكل المشاهديننا ومعايدة للجيش العربي السوري وأيضا لكل السوريين، فشو بتقول لهم؟ أنا بكل أحوال أنا اليوم شفت منظر كثير جميل وحبيته، يمكن كل الشعب السوري يعني فتح عيونه وقعد عم يتابع صلاة العيد وشاف السيد رئيس الجمهوري الله يطول بعمره ويحميه، شافه بقارب القلمون اليوم، هي فاتحة خير إن شاء الله منقول، مثل ما شفنا سيادته بالعيد الماضي كان بداريا وكانت آفاق كتير جميلة وصارت أوسع وأرحب وأأمن وأجمل، كمان اليوم بعتقد هذا يكون له بداليل كتير واضحة تماما، وبعتقد إن شاء الله يمكن سيادته السنة الجاية يصلي بدير الزور، يصلي بالرقة، الله يطول بعمره، وين كلنا نجازي بشان نصلي ورا منه دائما مثل ما كان هو قدوتنا ومثلنا بالنضال ضد هذا العدوان السافر على سوريا، هذه الحرب الكونية الظالمة على سوريا، كان هو نبراسنا ومشعلنا وكنا نحن جنود حقيقيين وراه بكل معنى الكلمة. منقول الله يحمي سيادته، يحمي سوريا، يحمي الجيش العربي السوري والشعب السوري، وبعتقد نحن عملنا يعني معادلة كثير متميزة هي اسمها الجيش والشعب والقائد، هذه الأيقونة السورية الجميلة اللي بنشوف حالنا فيها قدام كل بلدان العالم. نتذكر تماما كلام حكوه بعض الرؤساء من ساركوزي لأوباما لفلان لعلان كذا إلى آخره، رحيل الأسد رحيل الأسد، الجميع رحلوا وبقي الأسد وبقيت سوريا وبقي الشعب السوري والجيش العربي السوري بسبب نضال هذا الشعب وتضحياته نضال أبنائه، ومنقول عاشت سوريا الأرض والإنسان، الله يحمي هذا البلد وقيادة هذا البلد وشعب هذا البلد وجيش هذا البلد، يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا، وسوريا إلى أبد الآبدين مستمرة، آمين. شكرا لكم، شكرا للإخبارية السورية ولكل إخوتنا عم يشاهدونا عبر قناتكم الجميلة. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك الفنان والنجم السوري نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان، نورتنا اليوم. الله ينور أيامكم. شكرا. شكرا لوجودك، كل عام وأنت بخير. أنت بخير. شكرا.